يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين هذا الكتاب الذي ندرسه والكتاب الآخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قاعدة في الوسيلة، هل هما كتاب واحد؟ هذا هو، هذا اسمه قاعدة في التوسل والوسيلة، هذا هو نفس الكتاب، لكن ذاك قاعدة في الكرامات، في الخوارق والكرامات. نعم. يقول فضيلة قاعدة في المعجزات والكرامات، ذكر رسالة أخرى. نعم.